بجدد التحية بحضراتكم، ويلا بينا نستأنف رحلتنا لعالم الأحلام. مروة، ألو، ازي حضرتك؟ يا عامل أهلا ايه؟ يا مروة، ازيك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. أنا عندي رؤيتين، رؤية ليا ورؤية لماما. ممكن قولي يلا. الرؤية بتاعتي إن أنا حرمت إن أنا في الشهر العقاري، تمام، راح أعمل حاجة، والمفروض إن أنا عارفة حد هناك هو اللي بيخلص لي الحاجات وكده، وبعدين لقيتني ماشية كده في الشهر العقاري، وبعدين الحد اللي هناك ده تعرفيه؟ أعرف شخصيا اسمه ايه؟ اسمه حماده. تمام. وبعدين ان انا سبت له الورق يخلصه، وبعدين جبت بخور وعليه ملح وقعدت ابخر في الشهر العقاري ما اعرفش ليه. وبعدين لقيت واحد تاني طالع لي من الموظفين بيقول لي الاستاذ حماده خلص لك الورق، وببص لقيت فعلا الورق مكتوب فيه بالازرق والاحمر ومختوم وكل حاجه. فبقول له طب تمام هاته، وانا عايزه ادخل اشكره، يعني اشكر الاستاذ حماده. قال لي ده هو راح مشوار. فقلت له طب انا هستناه. قال لي طب خلاص انت بس روحي خلصي مصلحتك وبعدين ابقى ارجعي تاني. فقلت له طيب ماشي. وبعدين خدت ده الحاجات مين من اللي بيكلمك الموظفين. يا مروة؟ ده موظف هناك، ما تعرفيش اسمه ولا عارفاه؟ لا معرفوش ده. طيب، ها قولي. بس وبعد كده خدت الورق وكنت مبسوطة جدا ان هو خلص ومشيت. ابشري بس ابشري، رؤية جميلة، حلوة قوي. بصي، كل الكلام اللي قلناه ده، ومش عارف مين اللي بيخلص لك وحاجات كده، والبخور والقصص اللي قلناها دي كلها ملهاش اي لازمة. الحاجة الوحيدة اللي في الرؤية هي موضوع الورق المختوم اللي انت شفتيه. تمام. انت ايه ظروفك يا مروة؟ انت متجوزة لسه؟ لا لسه. اه ابشري. بصي، شهر عقاري يعني زواج، وزواج سريع كمان ان شاء الله باذن الله تعالى، لان كلمة شهر دي تدل على حاجة مشهورة، حاجة فيها شهرة. هي ايه؟ الجواز. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى، يعني قال يعني اشهروا الجواز وداروا الطهور يعني، تمام؟ فده معناه بشارة طيبة ليكي بجواز سريع، في فرحة ليكي. واعتقد والله اعلم ان هيكون في يعني ايه، في وسيط، مش هيبقى منك ليه على طول، يعني مش منك للعريس، لا هيبقى صالونات، والله اعلم. تمام. طيب الرؤية بتاعت ماما كانت قرأت سورة الأنعام وقرأت الدعاء بتاعها عاملاه ورد يعني. اي، فهي قرأتها ونامت، لقت خالتي واقفة على الباب معاها. خالتك عايشة؟ اه خالتي عايشة، اسمها اسمها أمل. ايه؟ أمل. أمل؟ حلو. أمل أمل اه معاها 2.5 جنيه. فبتقول لماما خدي. فماما قالت لها لا خليهم لابنك. قامت رايحة متقالة لها ابنها اسمه ماجد، قالت لها خليهم لابنك ماجد. قالت لها لا لا خديهم. لا، واحدة واحدة يا مروة، شوية شوية. قلتي لي معاها 2.5 جنيه، مالهم؟ اه فكه في ايدهم، في ايد خالتي، تمام. فبتديهم لماما، بتقول لماما خدي. فقامت ماما قالت لها لا خليهم لماجد ابنك. قالت لها لا خديهم انت. قامت ماما قامت قايله لها ما انت لسه عتيان الصبح. قالت لها ماما ايه؟ صحيت عليك، قالت انت لها ايه؟ لسه عتيان، انت لسه عتيان الصبح. انت لسه مديان الصبح، ها؟ بس. وبعد كده ماما صحيت من النوم. طيب ماشي. هو الولد ده ماجد ده متجوز ولا لسه؟ لا لا لا. طيب ابشري ابشري، ان شاء الله خير كتير. الرؤيه طبعا، بما ان ظهور امل في الرؤيه، ففي فرحه مقبله ليكي ولخالتك، يعني هي كان حاضره الموقف ده. رقم 2.5، بس لنا في اقاويل شويه، يعني في حاجه يعني ايه، مش اللي انتم منتظرينها قوي، مش الواو يعني، هو في حاجه بسيطه هتيجي، بس ايه يعني، هي فلوس بس مش اللي انتم مستنينها قوي، يعني انها تسد يعني، بس هي فلوس يعني. حلو، كتر خير. حلو. تمام. ممكن اقول رؤيه ثانيه كمان ولا ما ينفعش؟ ماشي يا مروه، اقول. ها قول. ماشي. هو في حد قريبي حلم ان في واحد صاحبه معاه في السكن بتاع الشغل، يعني صاحبه ده، لان هو مات. ماشي. هو صاحبه ده لا مروه، انت بتتكلمي بسرعه يا مروه، واحده واحده حبيبتي. ماشي. قلتي وقال ايه؟ لحضرتك في واحد قريبي حلم ان في واحد صاحبه معاه في السكن بتاع الشغل، تمام. صاحبه ده ما بيكلمش حد خالص، واسمه هاني، تمام. هو حلم ان هاني ده مات، وبعد كده قاموا جايبينه وحاطينه في الاوضه عنده، في الاوضه بتاعت قريبي ده، على السرير بتاعه. وشه كان مكشوف بس ما كانش متكفن، وعشان عنده تكييف، عشان قريبي عنده تكييف في الاوضه. وبعد كده مامت الولد ده جت وقعدت تصوت وتقول له انتوا اللي قتلتوه وانتوا اللي عملتوا فيه كده. وبعد كده هو اصلا مستغرب، لان هو اصلا ما يعني ما بيكلموش، ملوش علاقه بيه. فهو صحي من النوم اصلا ان هو قام يجري يشوف الراجل ده مات ولا لا، لا قاعد عايش، بس هو مش عارف، قلقان من الحلم. هو يقلق. بصي بقى، هقول لك على حاجه. هو موت هاني
مش حلو. ليه؟ لان ده هناء والسعد، الراحة، كل حاجة فيها يعني الاسم، اشتقاق الاسم، بما انه ملوش علاقة بيه. لو كان ليه علاقة بيه كنت قلتلك الوضع اختلف، ولكن في امل بما انه قام وهو افتكره ميت وبعد كده لقاه قام وكده ووشه مكشوف، فمعنى كده ان يجتهد على نفسه. ده حاجة تخص الرزق على فكرة في دنيته، يجتهد على نفسه وما يستسلمش لأي خسارة عنده، لأن واضح إن في خسارة هتحصل وهو هيستسلم ليها، فبالتالي هيخسر كتير. فبصي، طول ما في البني آدم في نبض لازم يشتغل على حاله، لازم يقوم، لازم ينهض بنفسه. فهماني؟ أنت قفلتي يا مروة؟ أشكرك يا مروة. طيب معانا لقاء. ألو. أهلا يا لقاء. أهلا، إزيك يا دكتور؟ إزاي؟ كام سنة يا لقاء؟ كم سنة؟ 19. ما شاء الله عليكي، قولي يا حبيبتي. بس أنا كنت عايزة أحكي لك، بس أنا حلم أخويا حلمه كده. أخوكي إيه؟ ظروفه كبير صغير؟ عنده 21 سنة. 22 كده. ماشي، ها، شاف إيه بقى؟ هو حلم إن درسه وقع اللي هو في الصف اللي تحت. وبابا فتح بقه وشاف مكان الدرس. والدرس في ايده ولا مشي؟ لا، في ايده. حلو. طيب في فلوس جايه، في فلوس جايه. هو بيعمل شغل من ورا بابا ولا ايه؟ بس بابا هيكتشفه، خلي بالك. هو بيعمل، هو هيرزق فلوس، بس ايه يعني، بيعملها المفترض من ورا والده. بس بما ان بابا فتح بقه وشاف المكان، يبقى هو هيعرف كل حاجة. فخليه كده يشيك شكله قدام بابا ويقول هو. طيب. طب ممكن حلم تاني؟ قول يلا. ايه برضو؟ خطيبة اخويا ده هو خاطب. اي حلمت لي انا حلم ان انا كان عندي طرحة بيضة كده لسه شاريها ومش عايزيها، فكنت ابعها لها. عندك طرحة بيضة؟ انا لسه شارياها. بيضة انت لسه شارياها؟ اه. في الحقيقة ده؟ ايه؟ في الحقيقة؟ لا، هو في الحلم. طيب، ها، وبعدين؟ وانا كنت مش عايزاها، فقلت لها شوفيها لو كده اشتريها. طيب، ها. فهي قالت لي خلاص هشوفها، ولو عجبتني هاخدها، ما عجبتنيش هديها لاختي. ماشي. بتفتحها لقيتها عباية بيضة شكلها حلو قوي. كويس. فبعدين انا قلت لها، بتقول لي ايه ده عبايه؟ قلت لها لا معرفش خلاص. فانا خدتها ورحت اوديها للست، يعني قلت لها انا اوديها للست اللي انا جايباها منها. ليه؟ ما عجبتكيش؟ لا، انا قلت اصل انا كنت شاريها على اساس انها طرحه، طلعت عبايه. طلعت عبايه؟ اوكي، ها. طلعت عبايه بيضه كده شكلها حلو قوي. مرتبطه انت يا لقاء؟ مخطوبه. انت واخبار عريسك ايه؟ كويس. الله يسلمه. بس انا بقول لك اخباره ايه معاك؟ لا تمام الحمد لله. كويس. يعني ما ملوش في الشقاوه وملوش في الستات والقصص دي؟ لا لا. طيب حلو، نادرا لما تلاقي راجل كده. اظبطي فيه بقى. ايه؟ اظبطي فيه. طب الحمد لله. ماشي، قولي يلا. ها، خلاص هو خلص على كده. خلصت؟ اه. ما كانش مرتبط قبل كده؟ انا؟ هو؟ لا لا. دواري. بص انا مش بسخنك، لكن انا بفسر رؤية. بصي، حتة ان انت تشتري حاجة وتلاقيها عكس الحاجة اللي انت عايزة تشتريها وعايزة ترجعيها، معنى كده ان انت زعلتي من امر كان مخبيه عليكي. قفلت لقاء. انا اديت لها الواجب ومشيت. فبصي، في حاجات بتعز على الشريك الحياة ان هو يخبوا عليه حاجة. يعني خليني صريحة معاكي، او خليه صريح معاكي، لان دي حياة طويلة هنعيشها. احنا مش زملاء بس يعني، ولا زملاء في عمل كل حي. لا، في حاجة هتكتشفيها في عريسك ده انت مش هتبقي راضية عنها، رغم انها ما تضرش يعني، بس انت هتبقى مش راضي عنها. شوفي ايه هي وبيكلميني. بس تسيبهوش، ها، لانها بيضه، فهو واضح ان هو نيته بيضه ما يقصدش. ام عمرو. الو، السلام عليكم. ازيك يا ام عمرو؟ ازيك حضرتك؟ الحمد لله كويس. طيبه وانت؟ طيبه، الله يخليكي.
انا عندي 3 احلام او 3 رؤية، ممكن اقولهم ولا؟ قولي قولي بقى، انا كتير جدا عاوزه اتواصل مع حضرتك ومش عارفه خالص والله. طب قولي يلا. ها خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حلم حلمت ابني وهو صغير في ابتدائي، وهو دلوقتي في ثالثه كليه، اسمه محمد. ابنك في ابتدائي ولا في ثالثه كليه؟ لا هو في ثالثه كليه دلوقتي. انا حلمت الحلم ده وهو في ابتدائي. من بدري؟ قوي. بس فاكراه زي ما كنت امبارح. طب قولي. ها حلم. انا كنت كان في ايام اللي هي بتاعت اللي هي ذو الحجه والايام دي، كنت صايمه يعني بعد رمضان، فسمعت لغايه شهرين يعني. فانا حلمت ان انا كنت نايمه في اوضه النوم بتاعتي، وحلمت ان في نور على الاوضه نفسها، في باب الاوضه، وحلمت ان في قدام الاوضه في حيطه، فالحيطه لقيت فيها نجوم كتير. في ايه؟ فخدت نجوم. نجوم؟ نجوم على الحيطه. انا خدت نجمه من النجوم ديت وفركتها في ايدي ومسحت بيها وش ابني. حلو ده. دي حاجه بس. حلوه. دي ابشري ابشري. الولد ده ايه اخباره بقى؟ احكي لي عليه بقى. هو درويش بقى وكده وبتاع ربنا وحاجات كده ولا ايه نظامه؟ لا لا لا، مغلبني في الصلاه. مش مواظب على الصلاه. تاكدي ان الولد ده هيتصلح حاله صلاح غير عادي. لدرجه الدروشه يعني. بصي يا رب. هيتعدل حاله، لان حته النجمه دي حاجه من قبل الله تعالى، حاجه فوق. فلما تاخدي من يعني منها او تفركي منها او تاخدي، فانت بتاخدي كده نوع من انواع البركه، او يعني بتستعيني كده بالله تعالى في حاجه من طرف الله للولد. بصي تاكدي، حتى لو بعد راجع هيرجع. هيرجع لله تعالى. ما تقلقيش. انا وراه. انا ما اوعي تسيبيه. ايوه لان انت اللي عملتي كده. هو ولا اخواته. بصي، انت اللي عملتي كده، انت اللي خدت النجمه وعملتي كده، فده معناه ان انت اللي لازم تشتغل على الواد ده. بس كده. خير ده. لسه خير. اقول التاني. يلا قولي. ها الحلم التاني. حلمت برضو لمحمد. احنا مسمينه ميدو. محمد ده هو نفس الواد بتاع النجمه. هو ميدو، اسمه ميدو في البيت. ايه؟ المهم اسمه ميدو. ميدو. ها ما بنقولوش يا محمد، بنقول يا ميدو من ساعه ما اتولد. ربنا يخليه يا رب. الله يخليك يا رب. فحلمت ان هو لابس زي تيشيرت كده بتاع نادي الزمالك، وبيلعب كوره، بيلعب ماتش كوره وبيجري. وبعدين في بقى رؤيه ثانيه كده صغننه قوي. استني استني يعني، واحده واحده، اصبري بس. بصي، وفي كوره، لقيتي كوره؟ لا ما لقيتش كوره، بس هو لابس الطقم بتاع نادي الزمالك وبيجري. طيب بيلعب ماتش. بصي انا هقول لك على حاجه، الزمالك اشتقاق من كلمه زملاء. خدت بالك؟ ونادي بيقابل نادي، يعني معناها في منافسه. هو شاطر ولا مش شاطر؟ يعني نقول نص نص. نص نص؟ نص نص. ربنا يعدل لك حاله يا رب. هو عامة داخل في منافسه. يا رب ان شاء الله ربنا ينجحه، بس هي منافسه يعني، دنيا وتنافس كده، واي حاجه متصدر لها يعني، داخل بصدره في كل حاجه. يعني قولي له انتبه شويه، زي ما بتاخد حقك من الدنيا تاخد تدي الله حقه، فاهمه؟ كملي. الرؤيه الثالثه حلمت يعني كان يوم جمعه وكده، وبقومه من النوم علشان يقوم يصلي، فيعني بيقوم متاخر. واخدة بقى حضرتك. وبعدين انا نمت بصراحه، يعني كنت تعبانه ونمت، وقمت على الصلاه بالظبط، قمت على الاذان او على الخطبه بتاعت الجمعه. فقمت في الوقت ده اللي انا قمت فيه ال5 دقايق دول، حلمت فيه ان هو نايم في اوضه كبيره كلها تبن. كلها ايه؟ كلها تبن. الله عليه، ايه الجمال ده؟ والله وهو متغطي ونايم بالتبن، وشه بس فقط هو اللي باين. وشه فقط بس، ما شاء الله، هو اللي باين. هيغرق في الفلوس. ايه ده؟ ده هيبقى ملياردير بقى، ما شاء الله عليه. يا رب يسمع من بقك ربنا. هيشغل مخه كده ما شاء الله، هتفتح عليه فتوح غير عادي. ربنا يسهل يا رب. ما شاء الله، ربنا يخليه لك يا رب، بارك لك فيه. انا معايا 2 كمان غيره والله. ايه؟ معايا 2 كمان غيره. ربنا يخليهم لك يا رب. بس المقصد بتاع التبن هو الواد ده. زي ما قال الامام ابن سيرين لما شاف تبن كتير كده، وكان معدي هو يعني عزكم الله بالحمار بتاعه، قال ليتها في المنام. ليه؟ بيقول لك من راى التبن فليقيط كيسه، يعني يستعد، في فلوس كتير داخله.
يلا معلش معلش يا دكتوره، بس حتى صغنن حلم صغنن قبل. يلا بسرعه. طب قولي يلا. ها بعد انا نمت بعد العشاء، بس ما صحيتش العشاء، نمت على الساعه 9 فجاه، كنت مرهقه وتعبانه. فحلمت ايه؟ حلمت ان في 9 بالليل ولا 9 الصبح؟ لا 9 بالليل النهارده. ايوه الحلم ده النهارده لسه طازه. فباب الشقه مفتوح وفي الزبال قال لي جاي بياخد الزباله، فلقى ايه؟ لا سجاد بتاعي انا حطاه بره بنفضه. فحلمه ايه هو؟ ايه هو؟ سجاد. سجاد سجاد بتاعي. فبيحسبه من الزباله فخده، فانا شفته هو بياخده، بقول له انت بتاخده ليه؟ قال لي ما هو من الزباله بقى انا هاخده. فجريت وراه على السلم ورحت ايه هات صححت السجاد، مش عاوز يديهوني، ومسكه لابنه الصغير، وكان 3 سجاجيد ومشاتين صغيرين. خدهم؟ وبقى لا ما خدهمش. حلو. فانا قعدت اتحين عليه اقول له لو سمحت اديني السجاد بتاع الجنس، يقول لي لا انا اصل انا ضمن الزباله خلاص. ففي احنا عندنا بواب اسمه عاطف، مش 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 مسلم يعني مسيحي. فبقول له يا عاطف دي عاطف، اقول له لو سمحت خليه اديني السجاد بتاعي وكده. فدخلت عاطف في الموضوع، فهو بيكلم البواب والزبات بيتكلموا مع بعض، بس صوتهم مش باين، انا مش سامعه هما بيقولوا ايه. وكان معايا موبايل في جيبي، مش عارفه اتكلم مع حد، الموبايل في جيبي بس مش عارفه اتكلم مع حد. المهم خدت السجاد وطلعت بيه على السلم، خدت السجاد بتاعي وطلعت بيه على السلم. بس الحمد لله ان انت خدت السجاد. انا خدت السجاد بتاعي. بص هقول لك على حاجه، هو طبعا اولا لما يجي اعزكم الله حد ياخد الزباله وكده، الزباله دي معناها خسران لاموال كتير جدا، وبمزاجك يعني حد نصب عليكي كده وبمزاجك طلعت الفلوس دي. نمرة واحد. نمرة اتنين، السجاد ده طبعا المطوي ده وان هو خده مفترض ان هو بالفعل اتضحك عليكي في حاجة كبيرة جدا، بس بما انك رجعتيه فده معنى كده ان هيرجع لك حقك تاني بإذن الله. بس دخول الحارس او البواب ده الاستعانة بالله تعالى، لان الحارس الله. تمام. فانت المفترض ان انت بقى ايه تناجي الله، لان انت سمعتي مناجاه بين البواب وبين الزبال، فده معناه ان انت تناجي الله تعالى في الحد اللي نصب عليك. بصي النصب ممكن يبقى في فلوس، ممكن يبقى خد منك يعني بصي حتى الكلمه العهد بيبقى نصب. يعني شوفي ايه الفتره الاخيره خسرتيه قوي وزعلك وخلاكي في غصه كده، وحاول ان انت تتضرعي لله تعالى برده، والله اعلم. اشكرك يا استاذه ام عمرو. ام حنين ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ وزي فاطمه على حسك؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك انت؟ انا كويسه الحمد لله الحمد لله. قولي. وزي حنين وزي النون الجديد اخباره ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. قولي يلا. حضرتك انا عملت يعني عملت استخاره كده على موضوع معايا يعني؟ معاكي سامعاكي يلا قولي. ها عملت استخاره يعني على ايه؟ على ان انا بدور يعني على شغل، عايزه اشتغل. عايز اشتغل. ها فحلمت ان الاول حلمت ان انا كنت لابسه زي تيشيرت احمر ومنقوش ابيض. دي اول رؤيه. بس كده؟ احمر. تيشيرت احمر ومنقوش ابيض. لا دي اول رؤيه. الرؤيه ناقصه. الرؤيه يا اما ناقصه اللقطه ما بتتفسرش، دي لقطه. دي ما بتتفسرش. اللبس المشجر معناه مشاكل. مشاكل. مشاكل زوجيه. مشاكل زوجيه؟ لان ده اللبس ده اللي هو الزوج. يعني ملوش علاقه بالشغل انا بس عليه. لازم تجي لك رساله، يعني انا ابعت لك رساله حتى كلمه ازاي. انا شفت نفسي ان انا لابسه التيشيرت ده ولونه احمر منقوش ابيض، بس مشاكل مشاكل زوجيه، حاولي تصلحيها. طيب. وما تكبريش المواضيع. طيب ماشي. طب يلا. شفت حلم تاني، شفت نفسي كاني في امتحان وقاعدة على الديسك يعني بتاع الامتحان وكده. فاحنا قاعدين راح أذان الظهر أذن، فسيبنا اللي ايدينا سيبنا اللي ايدينا في الامتحان وكله، وقفنا اللي قدام عشان نسمع أذان الظهر. تمام. والمراقب قال اللي كان واقفة عليا كان اسمها صفاء. بس دي حلوة، دي معناها في شغل.
حتة الامتحان دي طبعا ما تمر بي حاليا من أزمة أو محنة، فهماني؟ ولكن سماع صوت أذان الظهر، الظهر المقصد به إن هو وقت العمل، فلما تقفوا احتراما للأذان فمعنى كده إن أنت بالفعل هتشتغلي بالفعل. بس في حاجة، وقفتك للأذان ده معناه إن في هيبقى اعتراض من ناحية الزوج للشغل ده، لأن ده واجب. بصي، طاعة طاعة، ده طاعة وطاعة، والراجل طاعة، فالوقفة دي وقفة طاعة، عرفتي؟ بس انت في نيتك. بالعكس يا دكتور، هو مش معارض يعني ولا اي حاجة، بالعكس هو بيشجعني. هيتنطط عليكي بقى بعد كده يقول لك لا. انا عارفاهم الدماغ دي، عارفة الدماغ دي. هيرجع تاني يقول لك لا. بس انت فاهمة ان بعد ده هنستأنف الشغل، صح؟ بعد الوقفة الأذان دي. فهو ممكن يغلس عليكي يقول لك لا، وعيالك، وهتسيب العيال، ومش القصه بتاعت الرجاله دي اللي بيقعدوا يطلعوا الحاجات كده. هو انا بصراحه انا اللي خايفه من التجربه، يعني لان ليا فتره انا ما نزلتش مجال العمل وكده. انا هقول لك نصيحه بس بعيد عن الاحلام. لو شغلك ده هيجيب مردود مادي يناسب ان انت مثلا تسيب العيل، طب مثلا انا هدخل العيل حضانه برقم، ماشي؟ طيب اللي انا هجيبه ده هيكفي ان انا ادخل الواد حضانه، وان انا والبنت مش عارف ايه، عشان اتفرغ بقى لشغلي واروح مواصلات بكام؟ احسبيها بالورقه والقلم، هتلاقي ده زي ده، هنكيتها دي قد دي، يبقى بلاش منها احسن. لكن في افاده تستاهل ان انا اطلع للشغل، ويعني طبعا العيل مفيش تعويض ان انت تبقي يعني تسيبيه وكده، بس الحياه بقى وظروفنا تستدعي ذلك. يبقى بلاش تشتغلي لو هتشوف الدنيا مش جايبه همها. صباح. ايوه اهلا بيكي يا صباح. اهلا وسهلا بيك يا دكتور، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. انا معايا حلمين، معلش يا دكتور. معاك ايه؟ معايا حلمين. يلا قولي. ها معايا اول حلم، انا بنتي متوفيه وكده، فصاحبتها تملي تشوفها الله يرحمها. يا بنتي قد ايه؟ نعم قد ايه البنت؟ بنت كبيره، دي مخلصه سايبه هنا وسليم، الله يرحمها، ربنا يصبرك على فراقها يا رب. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليكي. فصاحبتها شافتها جايه بتصلي، واقفه وراها وعماله تصلي عماله تصلي، فبتروح وتيجي، يعني بتظهر وتختفي، بتظهر وتختفي، بس في نفس المكان نفس الصلاه، ولابسه ابيض ابيض الكل. ف يعني بتختفي وتيجي بس المكان ما قالتلكيش المكان فين يا حاجه صباح؟ نعم ما قالتلكيش المكان فين اللي شافتها فيه؟ لا بتقول لي، هي بتقول لي احنا واقفين في مكان كده كله زرع وكده، وهي واقفه عماله تصلي، بس بتختفي من وشي وتيجي بس في نفس المكان، فهمتي؟ الله يرحمها. وبعد كده راحت قالت لها بعد ما خلصت، هي بقى قاعده واقفه مستنياها تخلص عشان تكلمها. فبعد ما خلصت خالص راحت قالت لها هاتي لي شويه ميه، انا عطشانه، هاتي لي شويه ميه عايزه اشرب. وبعد كده اختفت. يا حبيبتي. ده اول حلم. الله يرحمها يا رب، الله يرحمها. هي ميته من بدري يا حاجه صباح؟ بقى لها سنتين دلوقتي. الله يرحمه. طيب بصي بقى يا حاجه صباح، اسمعيني. نعم. هو طبعا معنى ان الميت يطلب ميه معنى كده ان انتوا تعبينه قوي بالبكاء، تعبينه قوي يعني. بصي احنا كلنا رايحين، يعني دي محطات، اللي بتيجي محطته بينزل، انا مش هفهمك الحته دي، انت عارفه يعني. بس ارجوك يعني رفقا بيها، بدل ما تقعدوا تعيطوا عليها، احنا كده كده رايحين لها، تمام؟ هتعملي ايه؟ تطلعي لها حاجه لله، تمسكي المصحف تقري لها حاجه، اقري لها سوره والله بقرا سوره الملك، سوره ياسين، ابعتيها لها هديه، ده اللي هينفعها، ده بيجي لها على اطباق مخمليه، يقول لها دي هديه امك. طلعي بصي حاجه بتحبها كانت بتاكلها في دنيتها، طلعيها لعيال يتامى، تمام؟ عندها عيال، راعيها في عيالها دي، هتفرح اكتر. معايا ده لسه باباهم واخدهم مني في رمضان، بس لسه واخدهم مني في رمضان. واتجوز؟ ممكن تكون زعلانه. لا عشان خدهم مني في رمضان. اتجوز هو؟ اتجوز؟ متجوز بعد 10 ايام. ايه ده؟ توفت يوم 21 رمضان، فهو بكام يوم العيد الجاي.
خطب مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اقول ايه. ربنا يا رب. العيال كانوا معايا بس لسه واخدهم مني في رمضان دوت. هم كبار ولا صغيرين؟ كانت سايباهم 4 و7، دلوقتي 9 و6. فاهمه؟ ايوه. كانت سايباهم، البت كانت عندها 4 سنين والولد 7 سنين، دلوقتي الولد 9 والبت 6. الله يرحمه. تعيش يا حبيبتي تعيش. ادعي لها. مش عارفه اعمل ايه بقى، من ساعه صاحبتها ما قالت لي الحلم ده وانا زعلانه من جوايا، مش عارفه اعمل ايه. لا بصي زي ما قلت لك انت تدعي لها. أيوه. تمام. أيوه. وشويه بس ايه يعني، بدل ما تعيطي عليها، هي مش هينفعها العياط، هي اللي هينفعها. مش بعيط والله، مش بعيط، بس يعني حزينه جوايا عليها. انا مش بعيط، انا مش بعيط. معلش. ربنا يا رب يصبرك عليها على فراقها ويسكنها فسيح جناته ويرضيها ويرضيكي في اولادها يا رب باذن الله. يا رب يا رب يا رب. الحلم الثاني، معلش الحلم الثاني، معلش. اتفضلي. كنت حامله زوجي، انا متوفي كده، فانا كان نفسي الملوخيه الخضراء وعماله ادور عليها مش لاقيها في السوق، فقلت له انا عايزه ملوخيه، قال لي طب اروح اجيبها لك، واجي نزل يجيبها لي، فزي 10 متر كده ماسك الملوخيه في المشانه زي بتاعت الفلاحين، فماسك الملوخيه. انا مش سامعه يا حاجه صباح، انا مش سامعه. هو جوزك بتقولي؟ جوزك زوج متوفي. ايوه الله يرحمه. ها تعيش يا حبيبتي. حلمته جاني انا بدور على ملوخيه خضراء. ايوه. فنزل يجيب لي الملوخيه الخضراء، فجابها لي في المشانه زي بتاعت الفلاحين، وجايبها من بعيد كده بيوريها لي، بس خدها ومشي ما عطاليش. ما ادهالكيش احسن. ملوخيه وحشه اصلا. هي الملوخية شوية بعدها بتتي توفت، بعدها توفت. شوية هو ده تفسيره مش كده؟ لا لا يعني حزن، الملوخية حزن أصلا. يعني الحمد لله على قد كده، الحمد لله. يعني معلش يا حاجة صباح، لا يسعنا إلا أن نعزيكي فيها، يعني ربنا يا رب يصبرك ويقويك يا رب. أشكرك بالله. أشكرك يا حاجة صباح. طبعا مش عارفه فعلا المكالمه، يعني مش عارفه اقول ايه. معانا اتصال؟ شروق. يا شروق. السلام عليكم. اهلا يا شروق، ازيك؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. معلش قولي يا شروق. وطي التلفزيون يا شروق لو سمحتي عشان نسمعك. حاضر. معلش انا ماما حلمت بحلم وانا حلمت بحلم تاني. قولي. ماما حلمت ان هي كانت صحيت راحت تشرب مكمل في المطبخ. لا مش سامعه يا شروق، علي صوتك كده حبيبتي. ماما راحت حلمت ان هي كانت بتشرب ميه من الكوبايه مكمل. كولمان. ها. بعد ما شربت نزلت الكوبايه لقيت فيها سحليه. لقيت ايه؟ سحليه. لقيت جوه الكوبايه سحليه؟ بعد ما شربت. بعد ما شربت. وطي التلفزيون يا شروق لو سمحتي. بعد ما شربت، يعني نزلت كانت بتشرب عادي، ما كانتش فيها كوبايه حاجه. بعد ما شربت وخلاص الشرب نزلتها لقيت سحليه. على فكرة أنا لما تكونوا التلفزيون عالي أنا مش بسمع حد، وبتظلموا نفسكوا وبتظلموا اللي حواليكوا، فلو سمحتوا اللي عايز يتصل يا ريت يوطي التلفزيون عشان نقدر نفهمه ونسمعه. أشكرك يا شروق. السحلية في كوباية المية ده معناه إن أبوكي اللي هو زوج الوالدة يعني عنده شوية يعني في مشكلة تخص امرأة معاه، فالله أعلم بقى. حبيبة. الو ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبه، عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الله يخليكي، اتفضلي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، ربنا يخليكي يا رب. الله يخليكي. بقول لحضرتك، ماما حلمت ان هي واقفه في شباك اوضه الاطفال عندنا، والنطره عماله تنطر وداخله جوه. انت يا حبيبه متجوزه صح؟ لا مخطوبه. مخطوبه، امال ايه عندنا يعني في اوضه الاطفال عندكم يعني ايه؟ عندنا في اوضتنا احنا. في بيتكم؟ في بيت مامتك دي؟ في بيت ماما. في بيت ماما. طيب. ها. والنطره عماله تنطر في ملايه هي نشراها،
عماله تقول واحده جارتنا واقفه بتقول لها ان ليه زي بتاعتي بتحكي بس انا بتحكي على بلاستر. لا مش سامعه الحته دي، قوليها تاني كده. الملايه هي نشره ملايه. ايوه. فواحده جارتنا يعني قدامنا فبتقول لها ايه ان ليه زي بتحكي بس بتحكي على بلاستر. الملايه ايه؟ مش سامعه. على بلاستر، على بلاستر. بوليستر؟ اه. دخلت عندنا اوضه الاطفال لقيت النسره عماله تنطر وعلى وداخله على السرير. الميه بتنقط على السرير. هي جارتكم دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها هلا. هلا منا؟ هالة. هالة، مش عارفه الصوت بعيد جدا. ماشي يا ماشي يا. وانا قمت هي بتحكي لي حلم، انا نفس الحلم حلماه والنسره بتنطر عليا، السما شكلها جميل قوي، النسره بتنطر عليا وفي مفرش لونه لبني في بطيخي، فماما بتفرشه على الارض فبقول لها لا يا ماما ما تفرشيش على الارض خساره، هو حرير كده، فبقول لها خساره انت تفرشيه على الارض ليه تفرشيه على السرير. هي جارتكم دي عندها بناتها برضو زيك على سن جواز وكده؟ لا لا لا، بناتها صغيرين. بناتها صغيرين. طيب هو عامه اسمعي بقى، نزول المطر حلو بس نشر الهدوم معناه مشاكل هتتعرض للناس، بس نزول المطر ان شاء الله يعني هتروح المشاكل دي، بس حته ان الجاره تقول انا عندي زيها هي ما نشرتش، بتقول لي ما نشرتش هدوم، ما نشرتهاش، ده هي الملايه. لو وطيتي. طب اشكرك يا استاذ يا حبيبه، اشكرك. قالت منشوره الاول، بعدين قالت يا جماعه وطوا التلفزيون عشان نفهم بعض، بس ده رجائي وانا مش هعرف افسر والرؤيه متلخبطه كانت كده، لذلك انا بقول حلم الانابه مش حلم. محدش يقول لي ماما حلمت، يا ريت ماما تكلمني بنفسها عشان في تفاصيل دقيقه بتبقى بالرؤيه كلها. طيب بكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا. استنوني ان شاء الله باذن الله تعالى السبت، لا بكره، قبل السبت، بكره بامر الله مع الاستاذ الاعلامي محمد سامي في بكل جراءه، واشوفكم على خير.